السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميع. اليوم واحد من المتابعين الله يسعد قلبه يسألني، يقول الملقمة اللي صورتها قبل بالفيديوهات الأولى، يقول عندي ضايعة ما هي موجودة، وعندي براد زي هذا أو غوري أو بريك، هذا المسميات هذه. أنا قلت لكم دائماً القهوة والشاهي الوزن الصحيح بالغطاء، السكر وزنته بالغطاء زي كذا، وهذا الشاهي وزنته للبراد هذا بالغطاء. أي براد، أي براد يجيكم، أي نوع أي مقاس، كله الوزن بالغطاء. هذا شاهي، شو أنا أتكلم عن القهوة وتخصصي قهوة، لكن اللهم لك الحمد حتى الشاهي يعني بإذن الله أبدع فيه. لكن أنا أوريكم، شوف هذا سكر تنزله على الماء قبل غلي، قبل غليان، وتخلي الماء يغلي مع السكر إلى بدأ يغلي، سكر النار عنه ولقم الشاهي على طول، وخله 10 دقائق ربع ساعة واشرب الشاهي وادعولي بعدها. أحلى شاهي، أحلى لون وأحلى طعم والريحة. الشاهي تراه مقارب للقهوة يعني بالطعم واللون والريحة، لازم الشاهي إذا ما صار محبوك صح، ولا اشرب ماء حار مع السكر وبس. طيب خلصنا من الشاهي الحين، والمقاس ترى هذا الغطاء، غطاء بريق عندي نفس المقاس ستيل ونفس المقاس، فأنا قلت أبغى أجمعهم جميع علشان تفهمون. سكر نفسه بالغطاء المقاس، الشاهي نفسه بالمقاس نفس الغطاء. حلو، نرجع القهوة. القهوة هذا بريك، ما هو زي المفاوح اللي قلت لكم الملاقم، هذا بريك. أنا قلت لكم القهوة تطبخها بأي شيء بس يكون نظيف. أنا ما استعمله والله هذا القهوة، بس كنت بصور أصور الفيديو وأبين اللي يقول لي الملقمة تختف، لا كلها واحد، كله بالغطا مقاسة. هذه القهوة وهذا البريق أو الغوري، يسمونها العراق، وتوقع والله الكويت ما أدري. اللي أنا أرسل لي يقول الغوري، فهذا الغوري غير الملقمة ونفس المقاس بالغطا، الله يحفظك. ومن يسمع يا رب يا كريم، والشاهي مثل شاهي هذا طريقته، موية بعدين تنزل السكر على الموية، بعدين غلت الموية مع السكر سكر النار على طول، ولا إذا أنك شاب حطب ولا نار بالبر، ولا طلع اسحبها شوي عن النار ونزل الورق وسكر الغطاء وخله 10 دقائق ربع ساعة، بعدها خذ تفنجل اشرب لك بياله صح من الشاهي يقعد الراس. هذا القهوة نفس الشيء، عسى ربي يحفظكم ويستر علينا وعليكم، واللهم صلي وسلم على نبينا محمد.